أي مشروع اقتصادي في العراق صغر أم كبر يواجه تحديات وعراقيل داخلية وخارجية. مشروع ميناء الفاو الذي وضع حجر أساسه عام 2010 وكان من المفترض أن ينجز خلال 5 سنوات كحد أقصى ما زال في بداية الطريق. بالتأكيد لما يكون هناك تنافس ما بين طرفين والطرفين عالميا، يعني هنا تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وهنا تتبناه الصين، فهذه تحديات سياسية كبيرة. التحديات الاقتصادية مسألة الإنفاق على مثل هذا المشروع الضخم ومستكملات الخاصة بالقناة الجافة، هناك تحديات فنية أيضا في المسألة. كما يواجه مشروع ميناء الفاو تحديات إقليمية، ويظهر ذلك عند الجانب الإيراني الذي يريد أن يسير المشروع بما يتوافق مع هيمنته على المنفذ المائي العراقي وضمان عدم تأثيره على الموانئ الإيرانية. الحقيقة التحديات كثيرة في أي عمل يكون، ولكن ميناء الفاو الكبير لأنه تتأثر كثير من الدول بإنشاء هذا الميناء وتتعطل موانئ أيضا مدن أخرى، بهذا تجد أن هناك تعطيلات وتعثرات لهذا الميناء من خلال جهات للأسف الشديد تريد أن تعطل هذا الميناء. لكن أهم ما يعرقل مشروع ميناء الفاو هو الفساد والصراع الحزبي على الاستحواذ على عائداته، فالمشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 5 مليارات دولار وضع في حلبة الصراع السياسي والحزبي. أنا أعتقد أن المعرقلات هي المعرقلات السياسية والأمنية، هي غالبا ما تكون المحرك الأكثر تأثيرا على إتمام المشروع، ونحن إذا تحدثنا عن الأطر المالية أو الاقتصادية فهذا طبعا أيضا مرتبط بالواجهة الأمنية ومرتبط بالجانب السياسي. وفي ظل هذا الجو العاصف بالصراعات الحزبية والسياسية وصراع النفوذ الإقليمي، يخشى على مشروع ميناء الفاو أن يذهب أدراج الرياح وتطوى صفحته، مثله مثل مئات المشاريع المعطلة.